مساء الخير، كل عام وانتم بخير اخي اخواتي واحبائي واعزائي. ما زال الاستاذ الفاضل رجائي عطية نقيب المحامين دافع عن الارهابيين والتكفيريين وقتلة السادات ووصف نقابته بالعوالم. السادات رفض اعتقاله، ولكن عطية دافع عن قتلة الرئيس الراحل. خرج رجائي عطية نقيب المحامين خلال الأيام الماضية بمقال جديد نشر في إحدى الصحف، تحدث فيه عن المسيح والإنجيل، وقال خلاله إلى بعض الأمور التي قد يفهم البعض منها أنها متناقضة في الإنجيل، كما اعتبر البعض المقال بأنه مشككا في إنجيل يوحنا وصحته. المقال أثار ضجة واسعة، وتعرض عطية لهجوم شديد وصل إلى تضامن البعض في بلاغات ضده واتهامه بازدراء الدين المسيحي، مطالبين بمعاقبته على ما فعل. فما كان منه إلا أنه اتهم معارضوه بأنهم يحكون مؤامرة ضده. رجائي عطية عبده ولد في 6 أغسطس سنة 1938 في شبين الكومي بمحافظة المنوفية، من عائلة لها باع طويل في القانون والمحاماة. فهو نجل نقيب المحامين السابق عطية عبده، وتعلم حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 59، وعمل بالمحاماة 59 ل 61، ثم بالقضاء العسكري في وظائف مختلفة وبالمحاكم العسكرية من 61 ل 76. عمل بالمحاماة مرة أخرى من 76 وحتى تاريخه. له الكثير من الكتب والمؤلفات والمقالات، والتي يغلب عليها إلى حد كبير الطابع الإسلامي، ومنها الدين والحياة الموسوعة الإسلامية أضواء على الفكر العربي. بسم الله يا رب، من هدى القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، على طريق الإيمان، وهكذا، وسيوف الله والعهد العمري، وباسمك اللهم حطين، تراجم وسير إسلامية، قرأت لك المجلة الثقافية، من هدى النبوة، في مدرسة الرسول، من التراث، معركة المصير، مواقف إسلامية، نساء خالدات. كما كان له مقالات منشورة في مجلات يعني منبر الإسلام وصوت الأزهر وجريدة الإهلام الأهرام الصباحي والأهرام المسائي والأخبار والعصور وأخبار اليوم والروز اليوسف والجمهورية والأهالي واللواء الإسلامي والجيل والأحرار والمن. عطية يعترف بندمه وخطأه. اعترف عطية بأنه دافع عن عدد من الإرهابيين والتكفيريين، وأنه ندم على ذلك فيها بعد، مشيرا أنه كان يعاني وقتها من الزهو الشخصي حسب تعبيره. ومن أهم هذه القضية دفاعه عن قتلة الشيخ الذهبي والمعروفة باسم قضية التكفير والهجرة، كما دافع عن خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات. السادات ورجائي عطية. يروي عطية في لقاء مع برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السادات أثناء حياته رفعوا اسمه من قوائم الذين كانت ستشملهم الاعتقالات، موضحا أنه دافع عن قاتله خالد الإسلامبولي، وبعدها بسنوات ندم واعترف بأن السادات كان أفضل من حكموا مصر. رجائي عطية شغل عدد من المناصب، ومنها عضو مجلس الشورى بالتعيين، عضو مجلس البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وكل هذا كما ترون في الكتابات. صدامه مع نقابة المحامين. رجائي عطية وقع في تصادم آخر مع نقابة المحامين خلال الشهور الأخيرة، خاصة عندما وصف النقابة بأنها نقابة العوالم بعد هجوم وانتقاد بعض المحامين له، إلا أنه عاد وقال إن الوصف كان يخص البزاءات التي تعرض لها، مضيفا ان اهانته تعتبر اساءة لنفسه واهانة لجميع المحامين باعتباره نقيب المحامين.
هذا ولديكم هذه الفيديوهات يمكن مشاهدتها من خلال القنوات الرسمية. ورواء عطية يحرك الكنائس والإنجيل. أحبائي وأعزائي، أرجو منكم أن تتابعوا قناة المسيح هنا الملك والأمين. لكم مني كل الحب والتقدير، ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة. شكرا لكم أحبائي.